والله العظيم ما أدري شلون أتكلم بالموضوع. يا أخي رب العالمين وصى حتى بهالحيوان إنك ترحمه، شلون بني آدم؟ الخدم الصبيان اللي عندكم رحمة فيهم يا جماعة، والله العظيم جالس مع واحد عشان الصبي بس بالمخيم عطاه الشاي شوية بارد وبرد من الجو، كانت شتوية، أخذ الشاي وكبه قدامنا بوجهه. هذا قدام يعني الضيوف، أنا أول مرة أقعد عنده، فما بالك لما يكون بينه وبين هالصبي المسكين هذا. والله ما يلامون لما بعضهم يذبحونكم يسوونكم شاورما ويقطعون فيكم، لأن أنتم ما بقلبكم رحمة. وهذا الريال يقولوا لي والله العظيم من مستشفى لمستشفى ومن مرض لمرض ومرض يتوب، وريال عمره 60 مدري 70، يعني ما بقالك والقبر إلا مترين. اتقوا الله عز وجل فيهم، والله العظيم الله سبحانه وتعالى راح يعذبكم عذاب شديد إذا ما تبتوا.